الصورة النمطية اللي دائما نشوفها على الأخبار إذا كتبنا محركات البحث أو بالأخبار عموما بس كلمة عراق بغداد راح نشوف أخبار 2003 وأخبار حالية عبارة عن دمار وحروب وصراعات. مرحبا واضح، يا هلا بكم. أنا علي هلال، مواطن عراقي، عمري 30 سنة، مسافر ورحالة عراقي، كنت عايش ببلاد الاغتراب وحاليا بالعراق أصور. بعد هالسنوات الطويلة تقريبا أكثر من 8 سنوات سفر وترحال تنقل بين بلدان وعواصم ومدن، يعني صرت أعتبر نفسي رحال لأنه يعني فترة طويلة أعتبرها اكتشفت بيها هواية بلدان وثقافات عربية وأجنبية. كم بلد لحد الآن زرت؟ تقريبا 20 بلد أو أكثر محاسبهم، لأنه دائما أقعد فترات طويلة بأي دولة أزورها حتى أشوف كل الدولة كل البلد وأتعرف على الثقافات وأعيش عيشة أهل البلد نفسهم حتى أتعلم وأستكشف هم عاداتهم وثقافتهم وأختار الشغلات اللي تناسبني منهم. تقريبا صار لي اكثر من سنتين وشوية اشتغل على هذا المشروع اللي هو سميته الجانب الاخر من العراق، اللي الهمني فكرة توثيق الجانب الاخر من العراق. الصورة النمطية اللي دائما نشوفها على الاخبار اذا كتبنا محركات البحث او بالاخبار عموما بس كلمة عراق بغداد راح نشوف اخبار 2003 واخبار حالية عبارة عن دمار وحروب وصراعات. اكيد احنا بلدنا يمر بصراعات وبازمات لا تنتهي ولا تعد ولا تحصى، بس مع ذلك أنا اخترت أشوف جانب حلو أنا أبي أشوفه وأريد الناس تشوفه وياي. عندنا آثار، عندنا أماكن أثرية تاريخية، عندنا ناس حلوة بالعراق، عندنا ثقافات مختلفة عايشين بمكان واحد، فممكن هذا الشيء ما مسلط عليه الضوء، فأنا اخترت أسوي هذا الشيء لأنه أنا أحبه كشغف عندي، فكان هو تجربة إلي قبل يكون تجربة إنه أشاركها ويا الناس. ستين ونص أنا ما خلصت، يعني هاي الصور أو الفيديوهات اللي موجودة عندي تعتبر أقل من النصف، فإن شاء الله أنا نكمل حتى أكمل وأغطي بقية مناطق العراق بإذن الله. أنت كشاب استثمر وقتك، استثمر الأشياء اللي موجودة عندك. أنا قدرت من خلال تليفون ممكن ما كان أحدث تليفون استثمرته، استمرارية مهمة، لا تيأس من أول محاولة، جرب أكثر من مرة واستغل وقتك. لازم تتعلم مهارات جديدة، عصرنا عصر سرعة ولازم نستغلها أحسن استغلال حتى نبدأ بيه. أنا اللي أشكركم على المقابلة وجدا سعيد أن أكون وياكم واضح ونشوفكم على خير. وشط العراق يا محلى وسبحان الله.